سمعه واحد السيد كان عندنا معاه نزاعات، عرضوا لنا ولادو تكرفسوا عليا، شوف بنتي الضرب ديالها كي داير، وصلوها حتى الموت. خويا تكرفسوا عليه، شوف الحاله ديالو كي دايره، شوف الحاله ديال خويا. تيجيو يفرعوا علينا الباب، غير يتقلقبوا يطلعوا يفرعوا الباب، شوف الباب كي داير، شوف الطوموبيل كي داروها لنا. تكرفسوا علينا واحد التكرفيصه ما فيها ما يعني، خصنا حقنا، انا تنبغي حقي. تكرفست انا وخوتي، كانت عندنا جلسه في المحكمه، مشينا في الصباح في العشيه، جا باه سكران هو وولادو جوج، طالعين سكران بداو يفرعوا في الباب. خرجات امي جدها مرمدها في الزنقه، ضربها، ضرب المراه وليد صغيور عنده عام وربع شهور، تكرفس عليهم. تيضرب المراه وتضرب ولدها، تيقول لها غتشهدي لي في ولدي، باغا تغرقي لي ولدي، انا غنقتل لك ولدك. السيد واصل سكران والعشا من الغبره وواقيلا مقلقبولا ما نعرف، طالعين واحد الحاله هيستيريا، تكرفسوا على الدار والطوموبيل في الباب، فرشخوها الباب، فرشخوه هما يضربوها. مشينا التجأنا للسلطات، مشينا للكوميساريه، درنا كاع داكشي اللي طلبوا لينا، جيبوا شواهد طبيه، درناهم، درنا المحاضر ديالنا، بقينا كنتسناو يتسنطوا ليهم هما، وغادي يدفعونا عند وكيل الملك. شويه عيطوا لينا، جي راه الناس الاخرين غادي يحضروا. طلعت بقيت كنتسنى باب الكوميساريه، عيط لي الكوميسير قال لي راه سيروا حتى ديروا النهار ديال الجلسه ديالكم، سيروا شوفوا محامي تشعل لكم الرقم ديال الملك باش تدوزوا في الجلسات. كيفاش انا ما نكرفسوا الناس طالعين بالسيوف على الدار، تيتكرفسوا على امي وتتكرفسوا على الباب، وكل خشي واحد فينا كوراه مات. خويا راه وصل لواحد الحاله ديال الموت قبل، يعني راه شنو داروها شكايه عاديه. كيفاش شكايه عاديه وحنا مع هاد الناس واصلين للموت؟ كون كان شي واحد فينا منا انا ولا خويا ولا شي واحد لي صغير كوراه مات. لقاو المراه كبيره ما ضربوها شي ضرب، مي ضربوها بالقبضه ديال الجنوي غير الراس، طيحوها في الارض، تهزاتها لومبيلونس، وقال لك شكايه عاديه، شكايه عاديه، صافي سيروا جلسات. ما يمكنش، ما فهمتش انا، ناكلوا العصا ونتمرمدوا نمشيو عند البوليس يقول لك سيري راه عندك شكايه عاديه. الشكايه الاولى خرجت منها قايك تخرج ولادو من المحكمه بصراحه، يعني ضاربين واصلين هذه الحاله. واش هذه الحاله نتاع ولدي يخرج من الصراحه؟ هذا وصل حتى للموت، هذا 45 غرزه شهاده طبيه، 45 يوم، 45 يوم وصل حتى للموت، تكرفس. وهذا الناس اللي ضربوا هذا الولد هما اللي طلعوا لنا الدار يفرعوا الباب بالجناوات. تخيلوا كون خرج لهم شي واحد منا كان غيموت، ما كلناش. يعني مراه كبيره جات الدقه ديال الراس، تطاحت على الحيط، هبطت نض، هزات لومبيرونس. كيفاش يضرب مراه كبيره ويقولوا لك سيروها راه شكايه عاديه؟ ما فهمتش انا، شكايه عاديه ما فهمتهاش. دخلت عند وكيل الملك اليوم، عيط للكوميساريه قال لهم قدموهم لي، انا كنتسنى يعيطوا لي عاوتاني وغنشوف. غنبقى ناقصه هنايا، ما غاديش نمشي لفرنسا، ما عندي شغلي ما حتى شي حاجه. مشيت حتى للرباط، درت شكايه مع الوزير ديال وزاره العدل والحريات، درت شكايه للوزير الجاليه المغربيه، درت شكايه في الرباط، جاوبوني شدوهم حيت هما كيتاجروا في المخدرات، شدوهم على الحشيش، ولكن المشكل ديالنا في المحكمه. درت شكايه هنا في مكناس، هاي الشكايه في شان اعتراض السبيل مع الاعتداء بالضرب بواسطه السلاح الابيض وجروح بالغه وقصور وتشويه واحداث واضرار ماديه. هادشي كامل الولد ما ضربش علينا حتى نهار الحبس. خويا راسو 45 غرزه، تقبط على الحشيش وتحكم على الحشيش وخرج من الحشيش، ما تضربت نهار الحبس. دابا الولد تقبط عاود على الحشيش، عندنا استئناف، عيطوا له، عيطوا لنا من طلعنا ربه تيفرع علينا الباب، علاش نطلعوا للمحكمه؟ ما نطلعوش حنا للمحكمه، ما نطلبوش بالحقوق ديالنا. ومنين دعينا حتى هو ما صافي شكايه عاديه، ميم هو تكرفس على امي وتكرفس على البنت والوليد الصغير، ولات شكايه عاديه. انا ما فهمتش.